ايه اللي حصل نقدر. بقى فنية. اللي حصل انت بدات المباراه بهدف سريع شكله حلو جدا، هاتوا لنا يا جماعه بقى مصطفى محمد طبعا معانا ومن افضل اللعيبه اللي ادت بشكل كبير جدا كله كان مهاره فرديه. طبعا احنا شايفين اللقطه هنا في كثافه عدديه للمنتخب المصري، اربع لعيبه داخل ال 18 وبتعمل الكروس تعدي من محمد صلاح بعد محمد صلاح على طول. نحرك الصوره يا شباب، ايوه الكروس اتعمل اهو من محمد حمدي بشكل كبير جدا، عدت من محمد صلاح. هنا مصطفى محمد عمل حاجه لازم تحسب له لان دي مهاره فرديه، صح. مش مدرب يعني مش هيجي هو الراجل فيتوريا يقول له خد الكره بالشكل ده واسحبها بالستارز كده بالبلدي كده زي الكره الشراب، اسحبها بالستارز ولف خد لف الراجل في ظهرك 180 درجه، يعني هو وشه انت زي ما انت شايف كده ظهره للجون ويلف كل وشه عشان يحط كره في الجون بالشكل ده في ثواني معدوده، في التوجيه كمان وبالقوه والسرعه. لا دي مهاره فرديه اللاعب، فتحسب لمصطفى محمد بالشكل الكبير ده. بعد الهدف ده احنا حسينا ان احنا بدري، هدف بدري يعني ده من اسرع اهداف البطوله، اسرع هدف البطوله حتى بالظبط حتى الان. قلنا خلاص المنتخب المصري هيكسب مكسب كبير ومكسب عريض وخدنا طمانينه، صح. والجون البدري بيفتح اي فرقه قدامك خلاص هي ليها سيناريو، كل مدرب ولاعيبه بتلعب مباراه وبالاخص كان المنتخب موزمبيقي واحنا قلنا ده قبل البطوله ما تبدا ان هيبقى السيناريو بتاعه ازاي هيقابلك دفاعيا بشكل كويس جدا، وكانت التجربه التنزانيه قبل من روح البطوله عشان يبقى نموذج بنفس الشكل اللي هيلعب عليه. فهو كتر خير الزمن خلانا نجيب هدف مبكر ففتح لك بقى بدا هو كده. كمان يتخلى عن مهاراته الدفاعيه.